أكد سعادة السيد عبد العزيز بن محمد الفاضل رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب أهمية نتائج الامتحانات الوطنية في تطوير النظام التعليمي النوعي في المملكة. جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قام بها الفاضل لمركز تصحيح أوراق الامتحانات الوطنية التي أجرتها الهيئة مؤخراً. تواصل الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب تصحيح أوراق الامتحانات الوطنية التي أجرتها الهيئة مؤخرا لطلبة الصف الثاني عشر، والتي تتولى قياس مستوى المعرفة لديهم، حيث تم إعدادها وفق معايير عالمية لتكشف عن الخبرة التراكمية لدى الطلبة. هذه الامتحانات هي مهمة وتعتبر أحد المؤشرات لتطور التعليم في مملكة البحرين، والحقيقة هي تساعد المسؤولين عن التعليم في تقييم التعليم وفي تلافي السلبيات، ويعني العمل على زيادة الإيجابيات، وهي الحقيقة صارت الآن منذ بدأنا بها من سنوات صارت عندنا ثروة من الاختبارات، وهذه الحقيقة يعني احنا لازم نحافظ بقدر الامكان على مستوى التعليم، وتطوير التعليم عملية مستمرة لا يمكن ان نتوقف عنها. الامتحانات الوطنية تعتبر وسيلة مهمة لدى اصحاب القرار لما توفره من قاعدة معلوماتية تساعد متخذي القرار في تطوير منظومة العملية التعليمية والتدريبية في مملكة البحرين. أهم فيما في امتحانات الصف 12 أو التوجيهي بأنه يعتبر امتحان للقبول للجامعات، ومعظم دول العالم تقوم بتطبيقه في هذا الأساس، وعند بنائه طبعا في الهيئة الوطنية للمؤهلات هذا كان من أهم الأمور التي ننظر فيها في بناء الامتحانات الوطنية. طبعا احنا اليوم التصحيح اللي بدأ من 19 مارس تصحيح الورقة أوراق الامتحان في الثلاث مواد، وإن شاء الله متى ما انتهى التصحيح تكون اعتماده من مجلس الإدارة ومن ثم مجلس الوزراء الاعتماد النهائي لنشره للكافة وللجميع. والمهم جدا في أنه طبعا يرسل بالتفصيل لوزارة التربية والتعليم لتقوم بدراسة النتائج ووضع الخطط المستقبلية في كيفية تطوير التعليم وتحسين مستوى الطلبة. يقوم 267 مصححا واختصاصيا بتصحيح الامتحانات التي شارك فيها أكثر من 10,000 طالب وطالبة في 36 مدرسة حكومية وست مدارس خاصة، حيث تشمل الامتحانات اللغة العربية واللغة الإنجليزية وحل المشكلات. يذكر أن الامتحانات تهدف إلى قياس مخرجات الثانوية العامة على أسس عالمية تمنح الطلبة مؤهلا إضافيا ليشكل لهم معيارا عاليا لقبولهم في مختلف الجامعات. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.